دي محاضرات كنت باخدها لوحدي فبصراحه كنت بحس بتقدير من النادي ومن الجامعه. مين ابرز المنافسين اللي هو المنافسه معاهم فعلا شرسه والماتشات ضدهم بتكون فعلا قويه سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب؟ سبورتنج يمكن. ده من قديم الازل على فكره. يعني على طول فاينل الكاس سبورتنج واهلي. والجزيره اظن برضه. الجزيره بس يعني يمكن اخر ست سنين كان على طول الفاينل بين الاهلي وسبورتنج، فاينل الدوري او فاينل الكاس بيبقى على طول ما بين اهلي وسبورتنج. طبعا جزيره السنه دي هايلين ومعاهم، يعني بصراحه السنه دي يمكن الوضع مختلف عن بقيه السنين لان كل الفرق فتحوا محترفين، ان الفرق تقدر تجيب محترفين فكل الفرق بقت بتجيب محترفين. فاحنا على صعيد المنتخب السنغال ومالي وكاميرون وكوت ديفوار، لا في كذا فرقه، انجولا، يعني مش بس فرقه واحده افريقيه هي اللي جامده. قبل كده احنا حتى اصعب مباراه خطيها ضد اي فرقه من الفرق دول مع المنتخب اصعب وكان ليها ذكرى كده ما تتنسيش عندك؟ كوت ديفوار كانت يمكن هي اصعب مباراه انا قابلتها، خصوصا ان انا كمان اتصبت في الماتش وتعورت في وشي وكنتش هكمل الماتش وكان لازم ان احنا نكسب الماتش ده وكملت الماتش. حتى لما طلعت الدكتوره قالت لي ما ينفعش ان انا، هي دي الصوره خبر ده ايه ده، دي مش اصابه عاديه، فهو ايه اللي حصل لك هنا؟ هي الكوره دي اصلا كمان ما اتحسبتش فاول، يعني هي جايلك واخده بطوه في قرص. دي حقيقه فعلا، فالكره دي ما اتحسبتش فاول، كنت واخده خربوش في وشي، ف الكرة دي كان فيه زي دم كده في وشي. فاحنا في الباسكت اول لما الحكم بيشوف ان في حاجه نقطه احمر او كده لا لازم اطلع بره، حطيت بلاستر وحتى رفضت ان انا اتعالج ونزلت على طول الماتش، وهو ده يمكن كان اكتر ماتش معلق معايا لان الصوره دي كمان خدوها في الماتش ونزلت بقى بعدها على الفيسبوك. طب قولي لي